الحرب في زمن الكوليرا مأساة اليمن. اليمن السعيد، المقولة الشهيرة جدا، اليمن السعيد. لكن بعضنا يتساءل متى كان اليمن سعيدا في التاريخ؟ إن في التاريخ المعاصر مفيش أيام حلوة، الأيام الحلوة في تاريخ اليمن المعاصر قليلة جدا. لما نشوف العصر الملكي، عصر الإمام، أو نشوف بعد كده عصر الثورة، أو نشوف بعد كده الثورة التانية اللي بعدها اللي هي جزء من الربيع العربي، أو نشوف بعد كده صعود الحوثيين والمعارك الدائرة هناك والحرب الموجودة هناك، مفيش تقريبا أيام حلوة منذ العصر الملكي، أثناء العصر الملكي وحتى الآن. ده معناه اليمن لم يكن سعيدا بالقدر الكافي طيلة أكثر من 3/4 قرن، أو طيلة معظم القرن العشرين والحادي والعشرين. إنما اليمن الذي لم يكن سعيدا كان أقل بؤسا. يمن غير سعيد، يمن فيه مشاكل، لكن دلوقتي بقى اليمن فيه كوارث مش موجودة على كوكب الأرض. دلوقتي اليمن اللي موجود فيه مرض الكوليرا، اللي مليون يمني دلوقتي مصابين بالكوليرا، وهو أعلى رقم سجله العالم للإصابة بالكوليرا في أي دولة. يعني الكوليرا ظهرت أكتر من مرة، موتت ناس كتيرة جدا، إنما ما فيش إحصاءات دقيقة أعلى من هذا الرقم في دولة واحدة، إن مليون شخص مصابين بالكوليرا في اليمن من جراء الأوضاع المتدهورة هناك. 19 مليون يمني شبه جائع يعانون من نقص الغذاء، مفيش طعام عندهم. إذا بنتكلم على 20 مليون إما بيعانوا من نقص الغذاء وإما بيعانوا أوجاع الكوليرا. والبلد كله على بعضه أصلا بتاع 25 مليون نسمة. في ناس مشيت. لما يكون 20 مليون إما نقص في الغذاء وإما قتلى وإما جرحى وإما مليون كوليرا، بنتكلم على مأساة غير مسبوقة وغير موجودة في العالم الآن. ممكن تكون مسبوقة إنما ليست موجودة في العالم المعاصر. أما ما يخص الكوليرا فحسب المنظمات الدولية هي غير مسبوقة في مكان واحد. اليمن لم يعد سعيدا نهائيا، وبالتالي لابد من وقفة أخلاقية، ولابد أن نتجاوز السياسة إلى الإنسانية، ولابد أن نفكر في الإنسان في اليمن، لأن الوضع السياسي والاستقطاب السياسي والمآسي السياسية أدى في النهاية إلى هذه الكارثة. 19 مليون يعانون الجوع أو نصف الجوع، ومليون يعانون مرض الكوليرا. أيضا لما التحالف العربي مضى في البداية من أجل أن يحرر اليمن، إلا أن الغرب الذي أظهر دعما لموقف التحالف العربي، الغرب بعد كده باع التحالف العربي. دلوقتي الغرب بيهاجم التحالف العربي وبيهاجم السعودية، رغم أن هو أبدى تأييده للسعودية والاتحالف منذ البداية. دلوقتي الأمم المتحدة طلعت تقرير حطت في التحالف العربي بقيادة السعودية الشقيقة، ووضعت الحوثيين كلاهما سواء بسواء على قائمة المنظمات أو اللائحة السوداء للمنظمات. أيضا تقرير من الأمين العام للأمم المتحدة راح لمجلس الأمن بيقول إن التحالف العربي قتل الأطفال. يبقى الغرب الذي دعم موقف التحالف العربي، والغرب الذي أظهر من البداية إنه هيتدخل لضبط الأمور في اليمن، دلوقتي ترك التحالف العربي ليعاني مشاكل عديدة. بالعكس بدأ يضغط على التحالف العربي، وبدأت تقارير الأمم المتحدة وتقارير الأمين العام واللائحة السوداء وما إلى ذلك. البعض بيتكلم في الغرب إنه ممكن يحاكم البعض في دول التحالف بتهمة جرائم حرب وقتل الأطفال وقتل المدنيين في المدارس والمستشفيات. ممكن يكون مشوار طويل
قد لا يكون غرضه العدل وإنما الابتزاز والضغط، إنما في المجمل هذه الساحة كلها بكل الأطراف حان للحرب أن تضع أوزارها، حان الوقت للحل السياسي، وحان الوقت لوقف الدماء، وحان الوقت للنظر لليمن الذي لم يكن سعيدا ولكنه بات تعيسا إلى أبعد الحدود. لا نتحدث عن يمن يجب أن يكون سعيدا، ولكن يمن أقل حزنا. محدش يتحمل أن دولة عدد سكانها 25 مليون 19 مليون مش لاقيين ياكلوا، ومليون بيعانوا المرض الشديد مرض الكوليرا. ما تبقاش بلد لو 20 مليون ما بين الجوع وما بين الموت، ويادوب 5 مليون عايشين كمان في حالة من الأمن ومن الخوف. لابد أن يتحرك العالم العربي ويتحرك العالم بكامله، ولابد من الضغط لوقف هذه الدماء القائمة في اليمن، ولابد من الضغط على إيران وعلى أدوات إيران في إشعال هذه الفتنة، لأنه في النهاية السياسيين بيقعدوا على المائدة ويعملوا تسويات ان بتكون الشعوب انتهت في الطريق ما بين جوعى ومرضى وما بين موتى. اليمن في خطر غير مسبوق.